سلطان يعني حارس ضمك مشكلة، يعني تشوت عليه من أي مكان. حارس الفتح. حارس الفتح. حارس الفتح. نعم كوفال تكلم أبو بدر. أنا آخر خمس مباريات مستقبل أو أربع مباريات مستقبل 12 هدف، ثلاثة مع أبها، ثلاثة مع الاتحاد. أغلب مباريات فريق الفتح الخطأ الدفاعية نقطة ضعف خطيرة، يعني لازم الكابتن يبذل جهد أكبر والجهاز الفني يبذل معاه جهد، خاصة أنه لاعب أجنبي محسوب عليك، لاعب أجنبي مفترض يكون أفضل من مجموعة. أنت مو جايب تطوره، وحتى يوم غاب حتى الحارس البديل ما كان أعطى الإضافة. فأعتقد أنه فترة شتوية للفتح العناصر الأجنبية لازم يكون فيها إعادة نظر، إعادة نظر كقيمة وتأثير. تكلم عن كوفال ما أضاف أي إضافة حتى على مستوى الاحتياج كرأس حربة يستثمر الفرص اللي يفتقدها فريق الفتح. صحيح في اكثر من عنصر مؤثر، تكلم عن مراد باتنا وعودة اليوم صنعت الفارق، ولكن يحتاج الفتح عناصر اجنبيه تعزز الجانب الهجومي او حتى الجانب الدفاعي اللي هو ضرب الفريق من بدايه الجوله.